شاركت بكلمة في الاحتفال بالمولد، ونقلت قناة النهار، القناة اللي بترعى الصوفية في الجزائر، اللي بيجي فيها شمس الدين بوروبي المجنون الثاني ذاك الصوفي، اشتغلت معاهم. هم اللي لمعوك في الجزائر، اللي لمعك منو؟ هم اللي استقبلوك، انت قال استقبلك منو؟ شبكنا استقبلني شعب الجزائر، لا لا لا، استقبلك الصوفية والاخوان المسلمين بقناة النهار، ومشيت احتفلت معاهم في المولد بمسمى قال جمعية العلماء المسلمين، هي جمعية جماعة الاخوان المسلمين والصوفية، ما علماء. احتفلت معاهم والمقاطع موجودة والفيديو موجود بعنوان عديل محمود الحسنات يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في الجزائر. فكيف تقول انا ما صوفي وتكذب على الناس وجاي تتباكى؟